مجرم مجرم بغض النظر عن التحديد، لأن التحديد هو أمر سياسي. هل الاتفاقيات الدولية المختلفة أتت بتعريف مانع جامع جامع مانع للإرهاب؟ بقول لحضراتكم لا، في كلمة واحدة لا. ربما الاتفاقية الدولية الوحيدة التي أوردت تعريفا تراه هي جامعا مانعا الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 88، واللي دخلت عام 98، والتي دخلت حيز النفاذ عام 99. هذه الاتفاقية حددت المقصود بالإرهاب وذكرت على سبيل الحصر تعدادا لمظاهره، واستثنت منه ما أرادت أن تستثني وهي محقة من أعمال الكفاح المسلح ضد النظم العنصرية والنظم الاستعمارية والاحتلال الأجنبي إلى آخره. أشار وبحق إلى أنه لو كانت الجريمة الإرهابية مرتكبة على إقليم مصر مثلا، وكانت هذه الجريمة مما أو هذا الفعل مما يجرمه القانون المصري ويعتبره إرهابا، وتم إلقاء القبض على الجاني، خلاص دي مسألة حد. الجريمة على ذات الإقليم، القانون يجرم الشخص مقبوض عليه، خلاص الأمر أصبح حصرا لقانون الدولة، قانون مصر في الحالة التي نحن بصددها. هذا إذا لم نتمكن من إلقاء القبض على الجاني، ولكننا أثبتنا بطريقة أو بأخرى أن هذا الجاني مدعوم من دولة ما، هنقبض على الدولة ونحكمها ونحطها في السجن؟ هل في حاجة بالشكل ده؟ مفيش حاجة بالشكل ده. طيب ماذا سنفعل نحن إزاء مسألتين؟ أنا أطرح على حضراتكم فكرة وأرجو من حضراتكم التفضل بالتفكير فيها بعمق.